الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤيا ضياع القلم في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في المنام أن القلم قد ضاع علامة على أزمة مادية كبيرة يعاني منها صاحب الرؤية خلال تلك الفترة. رؤية ضياع القلم في الحلم دليل على سماع خبرا محزن للغاية خلال هذه الأيام، والله أعلم. من يرى في منامه أن القلم قد ضاع إشارة إلى العراقيل التي توجد في حياة صاحب الرؤية خلال هذه الفترة، وعليه الحذر. من يرى في حلمه أن القلم قد ضاع في المنام دليل على كثرة المشاكل والهم في حياة صاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الفترة، والله أعلم. تدل رؤية إعطاء القلم للميت في المنام علامة على الخير القادم لصاحب الرؤية بشكل كبير. من يرى في منامه أنه قام بإعطاء الميت قلم إشارة إلى منفعة كبيرة تأتي لصاحب الرؤية خلال هذه الأيام. حلم إعطاء الميت في المنام علامة على حاجة الميت الدعاء والصدقة له، والله أعلم. من يرى في المنام أنه قد طعن بالقلم علامة على وجود شخص سيء للغاية في حياته خلال تلك الفترة، وعليه الحذر. رؤية الطعن بالقلم الرصاص في المنام إشارة إلى محاولة صاحب الرؤية التخلص من بعض المشاكل الكبيرة في حياته هذه الأيام، والله أعلم. رؤية الطعن بالقلم الرصاص في المنام علامة على مواجهة المواقف الصعبة للغاية خلال هذه الفترة. حلم الشخص أنه قد طعن بالقلم تدل على كثرة المشاكل والخلافات في حياة صاحب الرؤية، وعليه الحذر وأخذ الاحتياطات، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن أحد الأشخاص يعطيها قلم علامة على الالتقاء بشخص هام للغاية خلال هذه الفترة. رؤية أخذ القلم في المنام والكتاب علامة على كثرة المعلومات التي يحصل عليها صاحب الرؤية خلال هذه الفترة. من يرى في حلمه القلم دليل على النجاح في الدراسة أو العمل بشكل كبير هذه الأيام. رؤية القلم في المنام علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة صاحب الرؤية، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا، فإنها تشفع لصاحبها في القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.